مساكم الله بالخير ويا مرحبا فيكم، وسعداء جدا بهذا الكم والعدد الكبير اللي متواجد معنا في هذه الدوره ولا هذه المناقشه، ما بسميها دوره يعني، انا اقل من اعطيكم دوره، وانتم ما شاء الله عليكم بالتاكيد عاشقين لمهنه الاعلام وحابين مهنه الاعلام والاعلام بشتى وسائله وباساليب التقليديه وباساليب الحديثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا في البدايه حبيت يعني اشكر وزاره شؤون الاعلام واشكر شكر خاص سعاده وزير شؤون الاعلام على مثل هذه الدورات المتخصصة اللي تفيد الجميع. يعني اليوم عندنا وزارة مثل وزارة شؤون الإعلام تحمل يعني في طابعها الإعلام المميز إن شاء الله عبر وكالة أنباء البحرين، عبر تلفزيون البحرين، تلفزيون البحرين بمختلف قنواته، القناة الرئيسية والقناة الرياضية وقناة القرآن الكريم والقناة الناطقة باللغة الإنجليزية، وما ننسى بالتأكيد قناة البحرين الأول اللي حظت بمشاهدة ومتابعة من قبل الجميع، وشفنا من خلالها بعض زملائنا المذيعين في بداية ظهورهم الإعلامي، وبعض الزملاء اللي تركوا المهنة ولا ابتعدوا نوعا ما بحكم الانشغال وبحكم الارتباطات العملية. وأيضا التلفزيون ينقسم إلى أقسام معينة، فيها القناة الرياضية، فيها الأخبار، فيها البرامج، فيها الأنشطة والفعاليات المتنوعة، بالإضافة إلى إذاعة البحرين اللي تقدم لنا برامج مختلفة ومتنوعة ترضي كل الأذواق. فشكرا لكم على يعني اهتمامكم بالتسجيل في هذه الدورة، قبولكم الدعوة. مثل ما قلت قبل شوي أكرر كلامي، أتمنى من الكل يفتح المايكات، أتمنى من الكل يشاركنا بآراء، يشاركنا بملاحظات، يختلف معي في النهاية. ترى يعني الإعلام مجال رحب، مجال وسيع، فكل واحد يمكن له رأي مختلف عن الآخر، وكل الآراء صحيحة وكل الآراء تقبل أنها تتطبق على أرض الواقع. عموما ودي مثل ما قلت ان نتناقش ونتكلم وتطرحون اسئله، اذا ممكن انا بطرح عليكم اسئله، فما بشوف هذه المايكات ميوت، بشوفها كلها مفتوحه وكلها تتفاعل وتشارك معنا في الحوار. خلنا نبتدي معاكم عن المجال الاعلامي واهميه المجال الاعلامي وطبيعه العمل في المجال الاعلامي. طبعا المجال الاعلامي مجال جميل جدا، وهي المهنه اللي ما يشتغل فيها اللي عاشق لهذه، اللي محب لهذه المهنه، اللي يعني يعني مهنة الإعلام تتطلب منك التواجد 24 ساعة في الـ 24 ساعة في اليوم، سواء كنت في مجال الأخباري أو في مجالات إعلامية ثانية. مجال الإعلام مجال رحب ومجال واسع ومجال مميز جدا، فلا بد أن يكون عندك شغف بهذه المهنة، حب بهذه المهنة، تفاعل مع هذه المهنة. وإن شاء الله هذا التفاعل اللي أشوفه معاكم اليوم في هذه الدورة، وأتمنى أكرر أمنياتي خاصة بوجود أخوان أعزاء وأخوات أعزاء، سواء طلاب في الجامعات العامة والخاصة، وأيضا متخصصين في الإعلام أو غير متخصصين، لأن عمرها الإعلام ما كانت فقط دراسة، هي هواية من الأساس وهي موهبة من الأساس، وممكن نطور هذه الموهبة ونطور هذه الهواية بالممارسة من جانب والدراسة من جانب ثاني. تفضلي، لأني سمعت صوت من أحد المشاركات. في البداية خلنا نتكلم عن المنصات الإعلامية المتواجدة بالإضافة إلى المنصات التقليدية. التقليدية دائما أنا بتسمعون من عندي لفظ التقليدية، التقليدية اللي أقصد فيها التلفزيون والإذاعة والصحافة، هذه الوسائل الإعلامية التقليدية، الصحافة المقروءة طبعا أو المطبوعة صح التعبير. هناك وسائل إعلامية حديثة مثل منصات التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي، واتكلم فيها من خلال الانستغرام، اتكلم عن اليوتيوب، اتكلم عن السناب شات، عن الفيسبوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي الحديثه. انا كشخص حاب اني ادخل في المجال الاعلامي، احدد اي منصه انا ودي فيها، اي منصه اللي اشوف نفسي قادر اعطي فيها. يعني الكاميرا مو مقتصرة فقط على وجود التلفزيون، اليوم الكاميرا كلنا نحمل كاميرات في هواتفنا، كلنا نحمل كاميرات في جيوبنا، فالراديو ولا التلفزيون مو محدد ان هذه فقط الاعلام اللي لازم اشتغل من خلاله. مع ان المجال رحب والقنوات الفضائية كثيرة وموجودة على ارض الواقع، سواء في وطننا العربي ولا حتى في مستوى اقليمنا في الخليج العربي. لكن في وسائل اعلاميه كثيره تكون اكثر شهره يمكن حتى من الاعلام التقليدي، واحنا شفنا اليوم مشاهير السوشيال ميديا يمكن تفوقوا في شهرتهم على مشاهير الاعلام التقليدي او مشاهير التلفزيون او مشاهير الاذاعه او غيرها من القنوات الرسميه. لكن لكل منصه من هذه المنصات اللي متواجده معنا وبطريقه سهله جدا ممكن ندخلها، وبطريقه سهله نشكل حساب فيها، وبطريقه سهله ممكن ننشر فيديوهاتنا من خلالها،
كل منصه تحظى برواج معين في دول معينه. يعني التلفزيون طبعا هو اللي يلقى رواج في كل الدول، لكن اليوتيوب مثلا على سبيل المثال في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، اليوتيوب هو المنصة الرسمية أو المنصة الأولى من حيث عدد المتابعين، من حيث عدد المشاهير في هذا المجال أكثر من باقي المنصات. خلينا نروح دولة الكويت الشقيقة، نشوف أن السناب شات في دولة الكويت هي الأكثر شيوعا في الاستخدام، هي الأكثر شيوعا في الشهرة، هي الأكثر شيوعا حتى في الربح من خلال الإعلانات التجارية، من خلال حتى بعض الأعمال الفنية اللي في دولة الكويت قاموا يستخدمون منصة السناب شات حتى يعرضون مقتطفات من أعمالهم ويروجون لها لشراء التذاكر في حالة عرض المسرحية أو حتى في الدخول إلى الحسابات الخاصة أو التطبيقات الخاصة بتلك المسرحيات. فالخطوة الأولى يعني اللي لازم أنا أتبعها في حالة يعني رغبتي في التواجد في المجال الإعلامي، أن أنا أحدد أي منصة أشوفها مناسبة لي أو أنا أرتاح لها، أو هذه المنصة اللي ممكن من خلالها أوصل وجهة نظري، أوصل مستوى تفكيري، أوصل ملاحظاتي وأرائي حق المتابعين. بعد ما اختار المنصة من الصعب أنك تشتغل بروحك، فريق عمل لابد أن يكون موجود، وأنا ما قاعد أضخم العملية فريق عمل معناته لا 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 لا، فريق عمل يعني عندي شخص من أعز أصدقائي من أخواني اللي فاهمين في المجال اللي راح أتكلم فيه يحضرون معي العمل، يحضرون المواضيع اللي بتكلم فيها، يساعدني على اختيار المواضيع. يعني أحيانا أنت اليوم بتتكلم عن موضوع ما له أي أهمية اليوم لكن كان له أهمية قبل أسبوع، طبعا هذا ما بتكلم فيه اليوم ولا راح يوصل صوتي حق الكل ولا راح ينتشر الفيديو اللي راح أقدمه من خلال هذه المنصة. أختار الموضوع المناسب، أختار حديث الساعة اليوم، مو بشرط أختار أي موضوع وأنا ما أفقه، هذه بعد نقطة جدا مهمة، لازم أفقه في الموضوع اللي بتكلم عنه أطلع ضعيف. فالإعداد الجيد لأي موضوع أنا بتكلم عنه مهم جدا جدا جدا، قبل ما أتكلم عن أي حديث أو موضوع معين أبحث في هذا الموضوع علشان أوصل صوتي وجهة نظري حق الكل ما أفقه ولا أفهم في هذا الموضوع اللي بتكلم عنه. إذا كان في المجال الرياضي لازم أكون عندي خبرة في المجال الرياضي، إذا موضوع اللي بتكلم فيه عن الجانب الاقتصادي على الأقل عندي خلفية اقتصادية أقدر أثير موضوع بشكل عام وأترك المجال للنقاش بعد ذلك من خلال التعليقات اللي موجودة على المنصة الإلكترونية اللي أنا داخل عنها. أحاول أبتعد قدر الأمكان عن التخصص، التخصص راح يدخلك في مضبات أنت في غنى عنها. يعني اليوم لو أنا فواز عبد الله رايح أتكلم في مجال الطبي راح أغلط واعك في هذا الموضوع كثير لأنه لا تخصصي ولا أنا دارس في هذا التخصص، وتخصص من الصعب أنك تتكلم فيه إذا أنت مو ملم ولا دارس في هذا التخصص المهم وغيرها من التخصصات. بس على الطب يعني اليوم نشوف إحنا الانتقادات موجودة للإعلاميين والإعلاميين أقصد حتى اللي موجودين في السوشيال ميديا أنهم يتكلمون في أمور ما يفقهون فيها، فهذا جانب جدا مهم أنك لازم تحضر لموضوعك تتكلم في أي موضوع أنت ما تفقه فيه أو ما عندك أي خلفية أو باك جراوند عن هذه الموضوع. بعد ما أختار المنصة، بعد ما أختار المواضيع اللي بتكلم عنها، بعد ما أحدد فريق العمل اللي راح يساعدني ويشجعني يأخذني ويختار معي المواضيع وتناقش معهم وأسمع منهم أفكار جديدة، يبقى عندي أنا حين جاهز أتعامل مع الكاميرا ولا مو جاهز. هذه بعد أيضا موضوع مهم، احيانا بعض الناس انت تقعد معاه شوفه متحدث لدرجة جدا ويملك معلومات هاي لو كم كبير من المعلومات، حتى قدام الكاميرا بتشوف ان انت قاعد قدام شخص ثاني غير الشخص اللي كنت قاعد معه، وين راحت معلوماته، وين راحت افكاره، وين راحت تسلسل في الافكار اللي كان يطرحها عليك وهو قاعد معك ويتكلم معك ويسولف معك، تحس انك انصدمت في هذا الشخص. وهو نفس الشخص ترى لكن الكاميرا ورهبه الكاميرا خلت كلام يعني يضيع منه. فلذلك أنا لازم يكون عندي تدريب على استخدام الكاميرا، على مواجهة الكاميرا، لازم أولد علاقة حب وغرام بيني وبين الكاميرا، مثل ما أنت يكون علاقتك مع صديقك علاقة عزيزة، علاقة أخوة. أطيح بعض يعني الحواجز بينك وبينها، فالكاميرا بالتحديد كذلك هي أيضا لازم تسقط الحواجز اللي بينك وبينها، لأن الكاميرا تعتبر هي المشاهد، فأنت لما تخاطب الكاميرا وتشوف الكاميرا وتتكلم مع الكاميرا كأنك تتكلم مع آلاف مئات الآلاف ملايين من المشاهدين اللي قاعدين يشوفونك واللي قاعدين يتابعونك واللي قاعدين يشوفون أنت إيش تقدم أسلوبك في النقاش وأسلوبك في الحوار. بعض المنصات تختلف، يعني ما بتعامل أمام شاشة كاميرا التلفزيون،
مثل ما نتعامل مع شاشة الانستغرام على سبيل المثال، واليوم احنا في جائحة كورونا شفنا اللايفات كثيرة في الانستغرام، فالانستغرام يتطلب منك ان تكون جامد امام الكاميرا نوعا ما، كاميرا واحدة امامك. طبعا هذا التعامل يختلف عن التعامل مع كاميرا اليوتيوب، مع كاميرا السناب شات، مع كاميرا التلفزيون. فالمفروض ان القواعد الاساسيه للتعامل مع هذه الكاميرات كلها بطريقه احترافيه، بطريقه مميزه، وفي نفس الوقت هي احترافيه من جانب وبسيطه وسهله في جانب ثاني. عموما الكاميرا يختلف التعامل معها باختلاف المنصه ذاتها، مثل ما قلنا عن السناب ومثل ما قلنا عن اليوتيوب. لكن في التلفزيون الموضوع يختلف تماما. يعني في التلفزيون انت في الاستوديو عندك اكثر من 3 كاميرات، 4 كاميرات، والكاميرات مو محطوطه امامك وانت بس تتنقل بعينك، لا، كاميرا على يمينك، كاميرا على يسارك، كاميرا يمكن في الزاويه موجوده، وهذه تتطلب تعاملك مع الكاميرا عن طريق تعاملك مع المخرج اللي قاعد يتواصل معك ويتواصل مع المصورين اللي امامك عن طريق الاير بيس اللي يطلق عليه هذه المسماه سماعه الاذن. فانت مطلوب منك ايضا في نفس الوقت تركز في الموضوع اللي بتتكلم فيه وتركز على توجهات المخرج في التنقل ما بين الكاميرات بدون ما يظهر عليك تلعثم، بدون ما يظهر عليك استغراب، بدون ما يبين عليك ان انت متفاجئ ان المخرج قال لك انتقل الكاميرا 2، انتقل بسلاسه، انتقل بابتسامه. دائما الابتسامه انا اشدد عليها، الابتسامه يا جماعه الخير، حتى في حديثكم من خلال اجتماعاتكم في مجال العمل، من خلال وجودكم في الصفوف الدراسيه في الجامعات، من خلال تواجدكم مع ربعكم في الميالس، طبعا بعد الجائحه المفروض جائحه وقف الميالس. فيعني حتى من خلال تواجدكم مع ربعكم انا اقول ان يعني حتى طريقه التعامل، نظرات العين، البادي لانجوج، الايماءات العين بالحواجب كلها لها دور، وتشد اللي تابعك وتشد اللي قاعد يسمعك بطريقه الكلام. العلاقه اللي بتنشئها بينك وبين الكاميرا هي مفتاح الوصول لقلوب المشاهدين، لعقول المشاهدين. تكون علاقه بينك وبين المشاهدين متى ما كانت العلاقه بينك وبين هذه الكاميرا اللي قاعد تنقل علاقه قويه، علاقه وطيده، علاقه حب، علاقه عشق. يعني انا دائما اشبه العلاقه بالكاميرا علاقه عشق وحب وغرام. طريقه الجلوس لها دور، اذا كان المحتوى اللي بقدمه بيكون عن طريق ان انا جالس على كرسي ولا جالس في مقهى ولا جالس في مكان عام، لها طريقه تختلف من ان اكون واقف، لها طريقه تختلف لما اكون قاعد في الاستوديو. فهذه الطرق كلها لازم انت تتعامل معها ايضا بحرفيه. زاويه الكاميرا لما تكون عندك كاميرا واحده شلون تتعامل معها، شلون تطلع الجانب المميز منك، جانب ممكن من خلال البادي لانجوج او لغه الجسد بطريقه مميزه توصل بطريقه سهله وممتعه حق الحضور. اسلوب التقديم له دور. يعني انا المحتوى مالي بقدم شنو مثلا؟ اذا انا كنت في التلفزيون بقدم برنامج صباحي، هل طريقه المذيع اللي بيقدم البرامج الصباحيه نفس هو المذيع اللي بيقدم برنامج الاخبار؟ طبعا تختلف اختلاف كلي. بس في هذه النقطه انا بدل ما اتكلم بزياده ودي اسمع وجهات نظركم. هذا السؤال اللي بطرحه عليكم، يعني هل المذيع اللي يقدم برنامج صباحي نفس المذيع بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب يقدم نشره اخبار ولا برنامج سياسي وحواري؟ خلاص مع وجهه نظركم، واتمنى ما دام انتم في المجال الاعلامي ولا حابين المجال الاعلامي يكون عندكم شوي شجاعه تتكلمون وتنطلقون، واسمع وجهه نظركم واتسمعي اصواتكم. تفضلوا اذا احد عنده نقطه في هذا المجال ودي اسمع صوته. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا، اسمي صفاء التاجر، مدير إدارة تنظيم النقل البري وزارة المواصلات والاتصالات الدولة. لا مرحبا عندي سؤال. تفضلي تفضلي. مسامحة تفضل. لا لا أنت طرحتي سؤال، شنو سؤالك؟ اوكي استاذ، عندي سؤال بالنسبه حق المقابلات اللي تصير على تلفزيون البحرين، او يعني طبعا احنا تلفزيون البحرين ما عن طبعا الدول الثانيه، ف يعني دائما لما نشوف المقابلات نشوف ان يعني المتحدث يكون دائما يعني ملم بالاسئله وبالاجوبه. فانا سؤالي، هل دائما عندما يتم استضافه مثلا موظف او مسؤول دائما انه هو يعرف الاسئله اللي بتنساله، ولا ساعات انا ممكن مثلا المذيع او الشخص اللي يسوي المقابله هو يفاجئ بسؤال؟ هو عنصر المفاجاه موجود على حسب نوع البرنامج، هل البرنامج صدامي، برنامج مواجهه، ولا برنامج تبيان دور هذه المنشاه ولا دور هذه الشركه ولا دور هذه الوزاره. اذا كان البرنامج صدامي
تبين تطلعين انت عيوب هذه الجهه المعينه، ممكن انت تفاجئين الضيف باسئله معينه. ولكن بما ان البرنامج المقدم او المعروض على الوسيله الاعلاميه سواء كانت تلفزيون البحرين او غيرها من التلفزيونات، كان تبيان الجهود في هذا الجانب، تبيان الدور اللي قاعد تقدم الوزاره المعينه او الجهه المعينه، فانت يعني تساعدين الضيف عن طريق المحاور، محاور البرنامج، تعطينا الاسئله كلها. احيانا تكون عندك 20 سؤال تطرحين منهم فقط يمكن 5-6 على حسب وقت البرنامج، تعطينا المحاور، انا بتكلم في هذا الجانب، ما بتحددين الاسئله، وممكن تعطينا سؤال ولا سؤالين، بتكلم في المحور الفلاني، عشان بعد حتى الضيف يجي محضر. مع ان اغلب الضيوف يجون عارفين ان الاسئله اللي بتوجه لهم في طبيعه عملهم في اختصاصهم، ما بتعطينا سؤال عن وزاره ولا عن جهه معينه ثانيه، فلذلك الضيف يكون ملم بطبيعه عمله فعارف انه يرد. وهذه بعد فنون، لما هاي بعد بحد ذاته دوره ثانيه في فنون الردود وفنون الرد وفنون الاستضافه، لما يكون في ظهر بعيد عن المذيع انا اتكلم عن الضيف نفسه، حتى شلون يهرب من سؤال اجابته يمكن ما يملك الاجابه عليها من جانب، او الاجابه مو مصرح لانه يجاوب بهذه الطريقه او بها على هذا السؤال بالتحديد. احيانا بعض المذيعين يحاولون يتميزون فيخرج عن سياق المحور ويطلع بسؤال مفاجئ. بعد الضيف ذكاء، لازم عينه في عين المذيع، يبتسم، يبين حق المشاهد واثق من نفسه، يحاول يهرب من السؤال بطريقه ذكيه جدا. اما بالنسبه للاسئله لا، المحاور تنعطى للضيف، ولكن بعض الاسئله تم موجوده لدى المذيع. يعطيك العافيه صفاء. شكرا. عفوا. من الاخوان والاخوات اللي موجودين بعد عندهم مداخله في هذا الجانب، انا سالت سؤال بس ودي الاجابه على هذا السؤال، هل مذيع او المشاهد اللي يقدم برنامج صباحي بنفس الطريقه اللي يقدم فيها نشرات اخبار ولا؟ طبعا ممكن اجاوب؟ اي طبعا اخذت معي المكتوب. معك امل الذوادي من هيئه الكهرباء والماء، اخصائي اول اعلام. بخصوص السؤال اللي طرحته استاذ، يختلف طبيعه البرنامج، يعني تقديم البرنامج يختلف من برنامج لبرنامج اخر. مثلا في مذيع يقدم برنامج رياضي يختلف عن النمط السياسي، يختلف عن النمط الاقتصادي. طبعا في تفاعل مختلف، وساعات حتى البرامج المباشره بعد يعني فيها اختلاف، يعني ممكن انه يتكلم لنا بصوره، يقدر يتعامل مع الجمهور بالطريقه المباشره، فتختلف طبيعه اللي هو التواصل من برنامج لاخر بين المذيع وبين في اسمع صوت. انا في احد بعد من اللي موجودين. مرحبا استاذ فواز. يا مرحبا استاذي. يا هلا ومرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام خليل، على ما اعتقد معك خليل موسى مهتم بالمجال الاعلامي. والنعم سبعة نعم، تشرف يا اخوي خليل. الله يشرف مقدارك حبيبي. بالنسبه للسؤال يعني اذاعه الاخبار او البرامج الصباحيه، نعم. يعني أنا تصوري بأنه الأخبار تحتاج إلى الجدية والحياد في قراءة الخبر والسرعة في الأداء أيضا. اللغة العربية يجب أن تكون لغة سليمة. أما البرامج الصباحية فهي تأخذ منح ربما الهدوء، وتأخذ أحيانا طريقة الدردشة، واللغة ممكن أن تأخذ اللغة العربية الفصحى، ممكن تأخذ اللغة العامية أحيانا في بعض الكلمات أو المصطلحات. هذه وجهة نظري. 100% وجهة نظرك صحيحة، وجهة نظر أختي أمل بعد أيضا صحيحة. أسلوب التقديم يختلف من برنامج إلى آخر. مذيع نشرة الأخبار مطلوب أنه يكون رسمي، مطلوب أنه يهتم، وإن كان يعني من وجهة نظري أن اللغة العربية هي لغة من الأم وهي لغة القرآن، لازم يكون كلنا ملمين باللغة. اعتقد في بعد مداخلات. شفت المايك اتجاه. السلام عليكم. يا مرحبا. معك يوسف ولاد، رئيس قسم الاتصال والاعلام بالاوقاف السنيه ومقدم برامج اذاعيه وتلفزيونيه. والنعم غني عن التعريف. والنعم اخوي يوسف، كيف حالك؟ شلونك؟ الله يزود، الله يسلمك، كيف حالكم استاذي؟ الله يخليك. يوسف بعد من الطلبه اللي انا يعني تشرفت ان انا تواجدت معهم. الله يبارك، شرف لي استاذ، الله يبارك فيك. مالك زود. ذكرت من ضمن كلامك ان المقدم او المحاور مقدم البرنامج يكون يعني متفاعل مع الكاميرا، او ما عنده ذاك الحاجز النفسي مع الكاميرا. المشكله استاذ اذا الضيف اللي عندي عنده هذه المشكله،
يعني احيانا يكون ضيف مثل ما قلت متمكن في مجاله ومتحدث في اماكن غير قدام الكاميرا، لما انت قدام الكاميرا تصير مشكله. انا كمقدم او محاور كيف استطيع ان ازيل هذه الرهبه منه، خاصه اذا كان وقت التصوير محدود؟ بالضبط، هذه موضوع مهم، وكلنا ما اعتقد في احد من الزملاء المذيعين ولا المذيعات ما مر في هذه النقطه. انا شخصيا يمكن بقول لكم تجربتي الشخصيه واللي يمكن انا اشوف انه قوتني جدا في موضوع التقديم التلفزيوني. اول ما بديت، وطبعا لازم في قناه البحرين الرياضيه، دخلت في المجال، دخلت دوره رسميه من وزاره شؤون الاعلام في ذاك الوقت، وبعدها كنت لازلت في مجال سياق التدريب ما طاف عليه اقل من شهر واحد. اعتذر المذيع في ذاك الوقت عن التقديم بسبب ارتباطه بعمله وسفره خارج البحرين، فالمخرج ارتأى في ذاك الوقت اختيار احد من الاخوه اللي موجودين في الدوره من الزملاء اللي موجودين، فوقع الاختيار عليه. انا في ذاك الوقت توني للحين ما مهيئ نفسي، لكن حاب المجال الاعلامي، حاب التعامل مع الكاميرا، حاب مو بعيد حاب الظهور التلفزيوني. فتم الاختيار علي، ففوجئت ان البرنامج بعد بكره. اوكي، لازم احضر حق البرنامج واتبع الخطوات اللي انا قاعد اقول لكم عنها الحين. حاولت قد ما اقدر، لكن الرهبه كانت سبقتني. البرنامج في ذاك الوقت كان يعرض الساعه 1 الظهر على تلفزيون البحرين، على قناه البحرين الرياضيه. انا من الساعه 9 صباحا كنت موجود في الاستديو. كنت احاول قد ما اقدر اشيل هذه الرهبه اللي تتكلم عنها يا شيخ يوسف. كنت احاول قد ما اقدر اعيش جو الاستديو، اشوف الكاميرات، اقعد احاول اجبر الكاميرات. الرهبه كانت موجوده، نعم. انا لما اقول لكم الفيديو الخاص فيني في اول لقاء تلفزيوني، اول ظهور تلفزيوني، بتقولون لو كنتم مسؤولين هذا لازم ما يطلع على التلفزيون اصلا. هذا شلون طلع على التلفزيون؟ فاحيانا انت ظهورك الاول هذه لا تخليه يحطك، لا تخليه يكني من عزيمتك. بالنسبه حق ظهور الضيف، بالفعل كان معي ضيف متخصص، تخيل، متخصص في كره القدم او مدرب معروف في كره القدم ولا باع طويل في كره القدم. شاءت الظروف ان هذا الضيف يكون موجود هو في البرنامج وتم التنسيق معه. انا عندي ساعه من الوقت على الهواء مباشره. كابتن، مساك الله بالخير، يا مرحبا فيك، سعداء بوجودك يا كابتن، كيف تشوف المباراه؟ الاجابه تكون شنو؟ على الاقل هو ما دام متمكن في مجال 3 إلى 4 دقائق بيتكلم، واحتمال انا قاطع لان الوقت طول. المباراه تمام، بعدها شنو؟ انتهى عند الإجابة. إيه يعني صادته صاحب، يعني صدمة، صادته رهبة من الكاميرا، شلون يتعامل مع الكاميرا، متحدث مميز، عارف شنو بيقول، عارف في مجاله، ويملك دورات تدريبية في مجال التدريب الرياضي، ويا عند الكاميرا. ومن يعني ما بقول من سوء حظي، من حسن حظي أن أنا واجهت كمذيع مثل هذا الضيف اللي يتخوف من الكاميرا أو صادته رهبة الكاميرا. فهذا الموضوع خلاني انا احاول اشيل نفسي انت على الهواء، ما حد بيشيلك غير ثقافتك اذا كنت تملك ثقافه، غير معلوماتك اذا كنت تملك معلومات. فمطلوب منك شلون تتعامل الحين؟ تخلق اسئله، اوكي انا السؤال الثاني موجود عندي في الورقه، موجود عندي على الشاشه، لكن السؤال الثاني مرتبط بالسؤال الاول، اذا كان السؤال الاول او اجابه السؤال الاول اوكي تمام المباراه. هذا ما مرتبط في شيء ثاني بعد، ولا بيخلق لك سؤال ثاني. فانت مطلوب منك هني شلون تخرج او تطلع الضيف من جو الخوف، فما بالك اذا انت اصلا كمذيع توك داش في اول حلقه لك وداش برهبه وداش بخوف، وتنصدم بمذيع او بضيف يعاني من نفس الرهاب اللي موجود عندك. هذه الامور تقويك كمذيع وبتقويه هو كضيف. شلون بتقويه كضيف؟ انت تحاول تشوف الامور اللي هو يفقه فيها اكثر، تحاول تقول له يعني شوفك انت، خلي يشوفك ابتسم في وجهه، لما تبتسم في وجهه وما تحسسه ان انت خايف مثله، هني يمكن بيقوى اكثر، بيحصل على ثقه في نفسه اكثر. فدائما انا اقول حق المذيع ابتسم في وجه الضيف، خاصه لما اشوفه مرتبك، خاصه لما اشوفه قاعد عند الاجابه مو بعارف يبديها لك يوضحها لك. تسعة شاف الكاميرا ورجع ارتبك مره ثانيه، طلع من الموضوع، عطى دعابه بسيطه، عطى، لا تحسس ان انت في يعني في برنامج رسمي، يا تكون يا تنجح فيه خلاص فشلك وبيكون فشل ذريع. لا لا لا، برنامج عادي تلفزيوني، تخطأ فيه الخطأ وارد، تغلط فيه الغلط متوقع اصلا. فحاول توضح حق الضيف، تبين حق الضيف بلغه الاشاره، بلغه العين، بلغه الابتسامه، ترى يعني انت قادر وانت تملك المعلومه، وتجيب له امثله وتجيب له ادله اللي شوي تطلع من هذا الجو. هذه يمكن الاجابه. انا
بعرض عليكم شيء وبيكم انتم تناقشون فيه وتقولون لي رايكم في هذا الفيديو اللي راح نشوفه الحين، واعطوني وجهه نظركم في هذا السياق. راح اعمل لكم شير على هذا الفيديو. هذا فيديو لبرنامج صباحي طالع عندكم في الشاشه. لا الى الان ثواني وشوفون برنامج الفيديو معكم على الشاشة. أبيكم من خلال هذا البرنامج، هذا المقطع البسيط يمكن ثلاث أو أربع ثواني، هي صحيح ثلاث ثواني لكن أنا متأكد أنه راح تثار نقاط عديدة على هالثواني الثلاثة أو الأربع بس البسيطة. ثواني على اسمه اعمل شير لكم على هذا الفيديو. هو برنامج صباحي يقدمه احد الزملاء في جمهورية العراق. واضح امامكم على الشاشة الفيديو؟ يلا خلينا نشوفه مع بعض. صباح الخير على مشاهدي قناة العراقية في كل مكان، وصباح الخير على مستمعي إذاعة جمهورية حبيبتنا بغداد. هذا الفيديو ثانيتين ثلاث فقط، اعطوني رايكم شو اللي شفتوه. من اللي بيتكلم في البدايه معنا؟ شنو ملاحظاتكم عليه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معك علياء عبد الكريم، طالبه في جامعه البحرين. يا مرحبا يا مرحبا زميله المستقبل علياء. اشكركم على هالدوره وعلى هالمجهود على الرغم من الظروف اللي قاعدين نمر فيها. أول شغلة كنت بأقول عن المذيع، هو أبداً ما كان عنده استعداد حق هاي المقابلة، حق هاي يعني كان هو في الصبح أكيد لأنه يصبح، فطريقة إلقاء أو تقديمه كانت نوع اللي هو مو مستعد لها أول شيء ومو متعود عليها المفروض، لأنه ما أتوقع أن هي إنه هو في شلون أقول لك إنه مو بدوره كمذيع إنه يكون صباحي. أنت من ساعة سألت السؤال إنه شلون هل مذيع الصبح نفس المساء أو نفس حق أوقات الأخبار صح؟ إيه هو ما توقع يكون هاي دوره في هاي الصبح. لأن تشوفه كنا متملل، كنا مو بعرف شلون صوته ذابل، كنا نعسون، فمو بدور انه يكون يعرض هاي الاخبار في هاي الوقت. بالضبط. يعطيك العافيه علياء، والله يوفقك ان شاء الله، واتمنى يعني يكون لك مستقبل راقي في المجال الاعلامي وانت لا زلت طالبه. اعتقد بعد الاخوان والاخوات اللي موجودين معنا ودي بعد اسمع رايهم في هذا الفيديو البسيط اللي شفناه بصراحه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. يا هلا، مشكورين طبعا. معاكم نوف كمال، أخصائي أول إعلام من هيئة الكهرباء والماء. والله نعم حالك سلمك. أعتقد أستاذ إنه هو ينفع أكثر شيء يكون مذيع أخباري، يعني طريقته الجادة سيريس زيادة عن اللزوم، شبه معصب بعد، فيعني أحس أبدا مو بصباحي أبدا. هذا يعطيك كمية من الإحباط في بداية اليوم. يعني أنا بفتح التلفزيون على برنامج صباحي، شنو أتوقع أشوف من خلال هذا البرنامج؟ يعني يكون صباح مشرق، يعطيني أمل، يعطيني دافع، أحب أروح الدوام، هذه بخليني أرجع ريه بس خلاص ما بروح الشغل. بالضبط. يعني هذا شعور أي واحد بيشاهد الفيديو بيقول شنو هالصباح اللي أنا بديت فيه اليوم. وبعد سريع زيادة عن اللزوم، يعني قفل الموضوع من قبل لا يبتدي. وايد السرعة عنده خطأ بعد فيها. هذه كأنه مجبور ياي، كأنه واحد إنسان محبط، يعطيك كم من الطاقة السلبية اللي تخليك يعني ما تنتجين لا في هذا اليوم ولا حتى الأيام اللي بعدها. نعم. بعد إخواننا بعد المتواجدين معنا رأيكم والأخوات المتواجدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أستاذ فواز. يعافيك فواز يا جماعة. كلكم فواز، ترى أخوكم فواز بدون استاذ ولا شيء. والله فيك هو حتى هندامة وطريقة كلامه كانت مو حق مذيع، وحتى في البروتوكول التقديم خربط لجمهورية بغداد. صح، فخربط في لغة الجسد عنده مو لغة جسد مذيع، كان متملل
في البروتوكول بعد خربطة قال جمهورية بغداد. بالضبط. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخوي علي، يعطيك العافية أخوي. يعني شوفوا أنا حطيت فيديو 3 ثواني، لحد الحين أنا قاعد أسمع 4 ملاحظات عن 3 ثواني، يعني لو بنقيسها لو بنقسمها 4 على 3 بتطلع في كل ثانية أو أقل من الثانية في خطأ واحد. بعد ودي أسمع بعد الزملاء والزميلات اللي متواجدين معنا كلكم زملاء. جزاك الله بالخير أستاذ فواز. يا مرحبا، قلنا بدون أستاذ يا جماعة الخير فواز إن شاء الله. تمام فواز. إنزين طبعا من ناحية إن شلون يعني المظهر الخارجي للمذيع طبعا يلعب دور كبير في هاي الشيء. صح. تمام. وطبعا نفس ما قالوا الإخوان من ناحية الانتقادات اللي حطوها عليه من ناحية الأسلوب والتحدث ما كانت يعني ما كان أسلوب مذيع. بالضبط. إنزين فالله يطول بعمرك. إن يعني لازم أنا مثلا كإعلامي لازم احط روحي مكان المشاهد، اشوف شنو انتقادات المشاهد على اساس ان انا وقت اكون كمذيع اضبط كل السلبيات اللي تشوفها المشاهد، ان ما اخلي علي بوينت من يعني بوينت سلبي يكون. 100% وجهه نظرك صحيحه 100%، يعني حتى وجهه نظر المشاهدين حتى الكومنتات اذا انا طالع في وسيله اعلاميه من وسائل التواصل الاجتماعي الجديده الكومنتات موجوده فيها ما تعيدني الكومنتات ابدا، واصلا وايد في ناس يعطونك طاقة سلبية، يمكن أول التعليقات اللي موجودة تكون سلبية، هذه تحفزني ما تحبطني أبداً، بالعكس. صحيح. أخذ منها الصالح يا أخوي علي، أخذ منها الشيء، حتى لو في ملاحظة سلبية ما يمنع أن أنا أخذها وأقراها وأعدلها وأعدل من نفسي فيها. صحيح. مظهرني. صحيح، في النهاية احنا بني آدم ونفس ما قلت انت ما حد يعني معصوم فينا من الغلط. أبداً. تمام. أبداً. الغلط متواجد في اي مكان وفي كل وقت، بس نفس الشيء لازم احنا يعني نحط مكاننا يعني نحط مكانتنا مكان المشاهد على اساس انا اعدل من روحي اطور من نفسي. بالضبط بالضبط. يعطيك العافية علي. بعد اذا في مداخلة يعافيك. الله يعافيك ويسلمك. عندي بعد نقطة اقولها. اي حتى لو عندك كل ما بنقطه واحده تفضل. ما ادري اذا لاحظته يعني كل الجماعه اذا لاحظها، انا حسيت ما كان مستعد حتى حق الكاميرا لما اول ما يعني هو قاعد كان يعني يلعب في جوكيته ما كان حتى يطالع الكاميرا او تحس انه جاهز لها. صح. كنا يبي يخلص الموضوع بسرعه يقط خيط وخيط يعني كلامه ما كان وايد يعني ما بنقول رسمي بنقول لائق حق الكاميرا او حق المتابعين يعني تحسه ان حتى المتابع ما يبي يتابع خلاص يبي يبدل او يشوف غيره فهاي يسبب حتى خساره حق الاذاعه نفسها مو بس هو تقديم حقه يعني فهاي نقطتي. 100% بالخير اخوي عبد الله اخوي فواز. بالنور يا اخوي صادق يا مرحبا. يعطيك العافيه. انا والله كسر خاطري للامانه المذيع من زود الكل مسكين حط الحره فيه مثل ما يقولون. عندك نقاط ايجابيه حق المذيع؟ انا والله يعني ما عندي يمكن هو يعني موقفه كان سلبي للامانه لكن يبقى ان هناك كرو كامل يفترض موجود في الاستديو ايضا يعني تقع عليه مسؤوليه كبيره سواء على مستوى الاعداد على مستوى حتى اللي واقف خلف الكاميرا المخرج كلهم معنيين بهذه الامور بحيث هم يكونون على اطمئنان بان المذيع او حتى الضيف انه يكون على استعداد تام لانه يطلع امام الكاميرا. أوه. انا هاي ملاحظه لازم ما نغفلها ونحمل المذيع كل الملاحظات يعني يعطيكم العافيه. يعافيك يا اخوي صادق يعافيك يا مرحبا فيك. طولت على المداخله بس ابي ارد على الاخ صادق. أيوة ما نقدر نحمل الغلط كله على المذيع هم المخرج او الكرو اللي موجودين لهم دور كبير فالمفروض يختارون الشخص الصح اللي بيكون تقديمه صح حق ان كان المحتوى مال الخبر او الوقت او حتى الشخص نفسه اللي يختارون المذيع الصح يعني انت كيف كل مذيع المفروض يكون عنده خبره حق المجال كله
يمكن هو يكون عنده مهارات، عنده تقديم حلو، عنده يعني أشياء زينة حق تقديمها، بس إنه مو بهاي مو بذي المحتوى اللي هو لا أو ذي الوقت الصح. المفروض بعد الموجودين والمجموعة اللي هم الموجودين يحطون نقاط حق ذي الموضوع. شكرا. يعطيك العافية. أنا بس بقرأ بعض الكومنتات اللي موجودة عندي. العرض التقديمي ما يظهر الشاشة، راح نخليه مرة ثانية ونعرض لكم حق اللي ما قدر يشوف اللقطات. لغة المذيع جدا ضعيفة، نعم، وهذه قالوها الأخوان. لازم يبتسم ويبين على وجه الفرح في الصباح. طبعا برنامج صباحي يا جماعة، أنا ليش أنا كتلفزيون ليش أسوي برنامج صباحي؟ عشان أنقل فيه الفرحة، أنقل فيه الابتسامة، أخلي اللي يشوف البرنامج يبتسم لا إراديا لا شعوريا، يبتسم في يوم جديد، في يوم عمل جديد، يقدم من خلاله خدمة للوطن، يقدم من خلاله دوره في الوطن، من خلال جهة عمله، حتى إذا كان في إجازة ويشوف البرنامج يفرح، ينقل هذه الفرحة لبيته، لأهل بيته، لعياله، لإخوانه، لخواته. إذا أنا المذيع وطلعت بهذه الطريقة في برنامج صباحي، من المفترض أنه يكون برنامج يبعث على البهجة، على السرور، على الانتعاش، على يوم جديد. إذا طلعت في نشرة أخبار أو أقدم نشرة وفيات، شلون بيكون وجهي؟ لازم أنا أختار. حتى لو أنا كمدير شفت نفسي في مود مو بصح اليوم، يا أنا أغير مودي، يا أنا ما أقدم في ذي اليوم، ولا أطلع بهذه الطريقة أسيء حق الوسيلة الإعلامية اللي أنا قاعد أطلب من خلالها على المشاهدين، أو أسيء حتى حق نفسي. هذه اللقطة يمكن من فترة طويلة، لكن لا زالت يتم تداولها، لا زالت الناس تنتقد هذه الطريقة، وأحيانا الأمور السلبية تبقى عالقة في الذهن. فالظهور الأول لدور، لذلك أنا أقول لكم دائما في الظهور الأول لازم أكون مستعد، مستعد جدا في الظهور الأول. الملاحظات أيضا المقدم من وجهة نظري حسيت إنه يرتجل في الكلام. بالضبط، كان يرتجل في الكلام. أنا ما عندي مشكلة في الارتجال في الكلام، أنا ما عندي مشكلة في عدم التقيد بالأوتوكيو أو بالكلام اللي موجود على الشاشة أمامنا. إحنا كمذيعين موجود أوتوكيو، في نقاط، في جمل، في اللي ممكن نقراها، لكن ما يمنع إن أنا أخرج عن الأوتوكيو، لكن أتم في سياق الموضوع اللي أتكلم فيه. برنامج صباحي يعني أنا الأوتوكيو في شنو بحتاجه؟ البرنامج الصباحي بصبح على الكل، صباحكم خير، صباحكم بركة، صباحكم مميز، صباحكم نجاح، صباحكم مشرق، بابتسامة حلوة وعريضة، أفتح المجال حق المشاهدين إن حتى هم ما يفرون القناة عني. والله خلينا نشوف إيش عنده المذيع اللي قاعد يضحك من الصبح، اللي قاعد يبتسم، شنو الفقرات الجاية. أنا هذا المذيع اللي شفته قبل شوي، أنا أتوقع الفقرات الجاية حروب ودمار وخراب، ما دام هذه بدايته ومقدمته معي. الإخوان اللي طلبوا يمكن من النقاط اللي هي غير مباشرة أيضاً في ضعف هذا الموضوع، أن البرامج الصباحية عادةً يكون فيها الحواجز بينه وبين الناس بسيطة. يعني لو تلاحظ الديكور، الطاولة اللي قاعد عليه كان صار حاجز بينه وبين الناس. كل ما أزيل هذه الحواجز كان الجلسة كانت جلسة مفتوحة بينه وبين المشاهدين، واللي هي الكاميرا نفسها. ربما هذه تعطي مقدم البرنامج نوع الحاجز النفسي بينه وبين الكاميرا. بالضبط، بالضبط. لذلك أنت تشوف أغلب البرامج الصباحية الديكور أو طابع الديكور اللي تحمله طابع منزلي، كأنك قاعد في صالة بيت، في أمامك مطبخ صغير، في واحد قاعد يسوي عصير، يسوي ريوق، يسوي وجبات خفيفة تتناسب وتتلائم مع الفترة الصباحية. فهذه النقطة جدا مهمة، يعني هذه العوامل المساعدة أيضا للمذيع. إذا توفرت له هذه العوامل، ديكور مميز، ديكور بسيط يواكب يعني نوع البرنامج اللي قاعد يقدمه، هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية مثل ما قلت، يعني هذه النقطة يمكن ما حد فرق لها، أن شكل الاستديو ما يوحي أنه قاعد تقدم لي برنامج صباحي، ما يوحي أنه أنت قاعد تبيني أندفع للعمل ولا أندفع بابتسامة، أنت أحبطني. وإذا كنت في إجازة بمددها بعد وما أشوف هذا الفيديو. أخوي نقطة إضافية حق أستاذ يوسف، حتى اللبس والألوان لها تأثير كبير حق الفترة الصباحية. يعني هو لبسه وألوانه تحس أنه كاتمة على المشاهد أو على المتابع، تحس أنه مو بهاي الألوان اللي لها تأثير حق المشاهد الصباحي. بالضبط، بالضبط. نقطة شوي حسيته مو مقتنع بالبرنامج اللي قاعد يقدمه الصراحة، ولا المادة اللي معطينا إياها، ولا هو شخص مؤهل إنه هو يقدم هاي النوعية من البرامج، لأنه يعني كلش يعني أسلوبك هون مو بذاك الزود في التقديم يعني.
صدقتي صدقتي اختي امل، يعني احيانا نشوفين كان هذه جايبينه احيانا تقدم تعال شنو احيانا تقدم، يعني تحسين في بعض الملاحظات يعني غريبه جدا على المذيع نفسه، يعني حتى اللباس يمكن عنصر نسائي اهتم اكثر بعمليه الهندام والشياكه واللباس والتراك والالوان وتراكبها مع بعض بالنسبه للون التاي، لون البدله اذا كان يلبس تاي وبدله، اما احنا مرتاحين ثوب وبتره وتلبسين بتره حمراء، هذا التغيير بس الوحيد بيضه ولا حمراء، فما نتعب احنا في اختيار لباسنا. السلام عليكم. عليكم السلام. بس عندي نقطه ايضا على الشباب النادي المنشيه. نعم. اللباس لازم ما يكون غامق، لان اذا كان غامق اللباس ياثر على نفسيه المتابع للبرنامج على العين. ايضا لان البدله اللي كان لابسينها كانت شوي وسيعه، وهي ايضا ياثر على نفسيه المتابع، او يعني اثبت هاي الشيء العلم، يعني لان لازم الانسان يكون لابس شيء فت عليه ويكون لون حلو، يعني لو كانت بدله سوداء مقبول زين، بس القميص اللي داخل التاي اللي لابسينه لازم يناسب وينسق البرنامج او الفتره، يعني 100% كلام صحيح. يعني أنا اللي عجبني هاي تفاعلكم الجميل جداً من خلال هذا الفيديو، ثلاث دقائق بس لكن طلعنا من عنده أغلاط وأخطاء كثيرة، وأنتم بعد بعضكم انتقل من أخطاء المذيع حتى لأخطاء الطاقم اللي يعمل معه. أنا ليش قلت في بداية كلامي أختار الطاقم اللي راح يشتغل معي، سواء كنت في تلفزيون أو كنت في وسائل تواصل اجتماعي سوشيال ميديا، الطاقم هو اللي ينقذك، هو اللي رفعك فوق. ما شوفون مذيع متميز إلا معاه جماعة متميزين يشتغلون خلف الكواليس يبدعون في مجال عملهم، العمل التلفزيوني ولا العمل الإعلامي في مذيع وهو اللي يخرج المعلومات في النهاية، لكن يبقى في معد في تحرير قاعد يشتغل، المعد يوضح حق المذيع طريقة هذا الخبر، أسلوب هذا الكلام وهذا الموضوع، من اللي يتفق معه، من اللي يختلف مع هذا الموضوع، يطرح لك أمور كثيرة جوانب أنت ما تفكر فيها، زوايا أنت ما كان عندك فكرة عنها. طاقم العمل مهم جدا. انا لو واحد من طاقم العمل في هذا اليوم لما طلع هذا البرنامج من المذيع، وهو المذيع ترى متميز بس انا مو بعرف ليش هذا الفيديو طلع بهذه الطريقه، لو انا واحد من طاقم العمل مستحيل اخلي هذا المذيع في هذا اليوم بهذا المود يطلع على التلفزيون، لانه هو بيسيء، ما بيلحق نفسه بس بيسيء حق حتى القناه اللي يشتغل فيها واللي تمثل بلد بعد معي. هذه بالنسبه لطريقه التعامل مع الكاميرا، ودي بعد من الجماعه كلهم يتفاعلون معنا. لغة الجسد ونبرة الصوت ما تتناسب مع البرامج الصباحية، تكون خفيفة لغة الجسد، تكون خفيف أسلوبها، خفيف بسيط. حتى اللباس أحيانا نشوف بعض الزملاء المذيعين في البرامج الصباحية يكون عندهم لبس كاجوال مثل ما يقولون وبسيط جدا. لا تنسى أنت بعد لما تكون في تلفزيون رسمي مثل البلد اللي فيه، فاللبس بعد يكون مناسب، كاجوال حلو، لبس رياضي حلو، أو لبس رسمي بعد حلو، لكن ما تطلع بطريقة مثل ما قال أخونا من المالكية علي سباع يقول إن البدلة مو مناسبة بالنسبة لحجمها عليه، ألوانها، الألوان بعد نقطة جدا مهمة، أشكرك ويا علي عليها، إن الألوان جدا مهمة، تتعب المشاهد، لا تعور راسه بعيون بألوان، يعني وتعور عيونه بألوان غامجة ومتعبة ولا فاقعة ومتعبة، لا يبي يشوف يبي يرتاح، ولما يفر التلفزيون يبي يرتاح، يبي شوي يغير من مزاجه، يتفاجأ بمذيع لا هو بدلة كبرى، لا هو مبتسم، هو ضايع ومتملل من حياته وجاي يقدم لي برنامج صباحي. عشان كذي بعد مثل ما قلنا المذيع عليه دور كبير، طاقم العمل عليه دور كبير. في برامج اللي بقدمها واللي بتكلم عنها، وانا دائما لما اقول برامج اتكلم عن كل الوسائل الإعلامية التقليدية ولا الحديثة، لازم أترك مساحة للجمهور والمشاهدين لعملية النقاش، أخلي نقطة مثيرة للجدل، خلي أستمتع. مدام أنا دخلت السوشيال ميديا وحطيت لي فيديو على السوشيال ميديا، لازم أستفيد من كل المزايا اللي موجود في السوشيال، لو موجودة في السوشيال ميديا. شنو المزايا؟ الكومنتات وعملية تداول هذا الفيديو ما بين شخص وآخر، ما بين جروب وآخر، فأنا شلون أستفيد من الكومنتات إذا قلت موضوعي وانتهيت، ما تركت له مساحة جدلية مثل ما يقولون، حط لك نقطة جدلية تثير فيها الجدل وخلي الكومنتات واستمتع بقراءة الكومنتات. هذه نقطة الاستمتاع في السوشيال ميديا، إن في كومنتات، في تعليقات، في ناس بيتفقون، في ناس بيختلفون، في ناس بيعطونك أفكار جديدة وأسلوب جديد. فدائما لما أنا بكون متواجد على السوشيال ميديا، تواجد مو بكون تواجدي عادي
لمجرد التواجد أو الحضور لمجرد الحضور، لا، أنا بقدم شيء جديد مختلف عن اللي قدمونه غيري، وحط لي نقطة بخلي الناس تختلف عليها وتتفق عليها في جانب آخر، خلها مثيرة للجدل. حرك حسابك، حرك صفحتك، حرك تعاملك مع الكاميرا عشان حسابك يصير مميز في هذا الجانب. بتقول لي مثلا أنا ودي فواز، أنا ودي أكون على وسائل التواصل الاجتماعي بس أنا أخاف من الكاميرا. طبعا كلنا نخاف، ما نولدنا احنا مذيعين، الطبيب ما نولد طبيب، والمهندس ما نولد طبيب، عفوا المهندس ما نولد مهندس، والطيار ما نولد طيار. كلها بالتدريب بصقل المهارة، انت بس باقي شنو تحب. اذا حبيت هذا الشيء ابدع فيه. شلون تبدع في التلفزيون؟ لازم ابدع في مجال القراءة والاطلاع، هذه جانب مهم جدا. الثقافة العامة مهمة لاي مذيع، لانه ممكن اليوم ينوجد في برنامج معين، بكره ينوجد في برنامج ثاني حسب ما تقتضيه الظروف والمصلحة. فأنت تكون جاهز، جاهز عندك معلومات عامة، قارئ جيد، سواء للكتب، للصحف، لوسائل الإعلام اللي قاعد تنشر اليوم أسهل من قراءة الأخبار والأدب والثقافة والروايات، موجودة على كل المواقع الإلكترونية، ما نتعب فيها أحيانا. فعشان أتدرب قدام الكاميرا، والكاميرا هي مثل ما قلنا المفتاح اللي بتوصلني حق المشاهد وتوصلني حق قلب المشاهد. بس أنا قبل ما أكمل، تبون ناخذ بريك ولا تبون نواصل عشان ما تكون بعد المحاضره ممله؟ وي فواز، تفضل. شنو نصيحتك حق المحللين اللي قاعد يعني قاعد يقدمون، وشلون ينقلون الخبر حق المشاهد؟ الشخص بالمحللين في اي مجال؟ سياسي، رياضي، اقتصادي؟ رياضي. رياضي، تمام. طبعا النصيحة هي نفس نصيحتي للمذيع نفسه. أنا لما أقول لك شلون تكون مذيع ناجح، أنت شلون تتعامل مع الكاميرا، شلون تكون مثقف بالقراءة بالاطلاع. المذيع في المجال الرياضي يكون متابع سواء للدوريات المحلية على حسب اللي هو الاستديو اللي قاعد يقدمه واللي قاعد يستضيفون فيه. إذا أنت بتتكلم عندك قناة تتكلم عن المسابقات المحلية، فأنا لازم أكون مثقف بالمسابقات المحلية رقم واحد، ومطلع حتى على المسابقات الخارجية رقم اثنين. لأن أنت لما تكون موجود على الشاشة كضيف ولا كمحلل ولا كمذيع، ممكن يستضيفونك في برامج لدول ثانية في قنوات ثانية، فما معقول بتخليهم يصدقون أنت ما تعرف عن دورياتك ومسابقاتك وما عندك أي فكرة عن مسابقات خارجية. الثقافة الرياضية ثقافة عود وبحرها واسع، ما تتكلم بس عن نتائج، تتكلم عن تاريخ أندية، تتكلم عن مفاهيم في عالم الرياضة، مفاهيم في عالم كرة القدم بروحها بحر، كرة الطائرة بحر، السلة، اليد وغيرها من الألعاب الفردية أيضا. كل لعبة لها قواعدها، لها أسلوبها، لها طريقتها. فأنت لازم تكون على الأقل قارئ نهم للتخصص اللي أنت فيه. التخصص مهم جدا، وخاصة لما تكون أنت تقول لي محلل رياضي وأنت ما تدري عن طريقة لعب كرة القدم ولا عن طريقة التبديلات ولا التعديلات في القوانين الجديدة اللي داشة، خاصة مع كورونا اليوم في تعديلات دخلت على قانون كرة القدم، تعديلات مؤقتة لكن هي تبقى تعديلات، وانت بتطلع في استديو تحليلي بتطلع تقدم برنامج تتفاجأ ان في تبديل رابع وتبديل خامس. شو الموضوع يا جماعة؟ يعني اتذكر احد المعلقين في قناة فضائية كبيرة بعد لما قالوا بريك، كان لأول مرة في ذاك الوقت قانون الوقت المستقطع غير بين الشوطين، فقال أعتقد في تبديل للاعب بريك، لأنه هو تفاجأ بعد. مولع بيطلع بس ذاك كان كوينج بريك. أخوي فواز، إيه تفضل تفضل أخوي خليل. أخوي فواز، أول شيء أقترح إن نواصل أفضل. الشغلة الثانية، إذا في مجال أنه تكون الأسئلة ممحورة حسب محاور الدورة على أساس لا تتشتت، هذا إذا موجودة محاور واضحة بالنسبة لنا تطرح المحور، نناقش المحور وتكون دائما الأسئلة في نفس المحور، هذا إذا أمكن. يعطيك العافية أخي خليل، في نفس المحور بالتأكيد، لما نشوف المداخلات في نفس المحور في نفس الجانب أكيد راح تثري النقاش. اعتقد اخونا محمد اللي طرح موضوع المحللين هذه ايضا بنفس المحور، التعامل مع الكاميرا مش شرط انا كمذيع، انا من المتواجدين معاكم اليوم ممكن اكون ضيف، امثل وزاره، امثل شركه، امثل قطاع تجاري، امثل البحرين في دوله ثانيه وفي قناه ثانيه، فانا ممكن اليوم اتعامل مع الكاميرا كمذيع، وممكن اتعامل مع الكاميرا كضيف، ممكن اتعامل مع الكاميرا بشتى الطرق والوسائل.
أنا كنت واصل عند نقطة اللي هي التدرب على الوقوف على الكاميرا، شلون أنا أتدرب، شلون أمثل أو أكون علاقة بيني وبين الكاميرا. طبعاً هي فيها خطوات لازم أتبعها، وخطوات بسيطة جداً، يعني أنت لما تتعامل مع شيء جديد لازم تتدرب عليه. أنا بتعامل مع مشاهدين خلف الكاميرا، لازم أتدرب على الكاميرا هذه اللي على أساس إن أنا بكون في علاقة ما بيني وبينها بتوصلني للمشاهدين، وهذا ينطبق طبعاً على التلفزيون وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. أشوف لي موضوع أحط قدام الكاميرا، أحط قدام الكاميرا سواء كاميرا التلفزيون عفواً أو حتى كاميرا عادية، أحطها قدامي على ستاند أو أحطها قدامي على الرف، أحطها قدامي على أي موقع كان، وأقعد أتكلم قدامها في أي موضوع إن كان، وأشوف نفسي قاعد أتلعثم، قاعد في خوف، مرتبك، المعلومة اللي كانت في مخي قبل شوي ما أشوفها راحت، أبغى أقول الموضوع في بالي بس أختبر ما أدري وين راح، يوم يومين ثلاثة، بعد ثلاثة أيام، بعد أربعة أيام أشغل الكاميرا. ما أشغلها في البداية، خلني شوي أنا أتأقلم إن في كاميرا قدامي. اليوم الرابع أشغل الكاميرا وأسجل وأطرح موضوع وأسولف وأتناقش، حتى لو آية وذو الجريدة وأشوف فيها موضوع وأتكلم عنه وأسجله وأشغله بعدين وأشوف شلون كان أسلوبي، شلون كان طريقتي وأنا أتكلم في الكاميرا، هل يبين علي إن أنا قاعد أتنافض، قاعد أرتعد، خايف، هل يبين علي إن أنا ناسي الموضوع اللي أتكلم فيه، هل يبين علي إن أنا ما قاعد أطالع الكاميرا. أحياناً بعض المذيعين الكاميرا قدامهم من الخوف يطالع شيء ثاني، يحاول يلهي نفسه، هذه ممكن الضيف يسويها، لكن المذيع لا، يعني المذيع لازم يتابع الكاميرا، لأنه البرنامج اللي قدمه حق اللي قاعدين خلف الكاميرا، مو حق الضيف نفسه ولا حق الشخص نفسه. يوزع نظراته ما بين الضيف ما بين الكاميرا، إحنا في مصطلح نقول إنه يبوق اللقطة من الكاميرا المذيع، يعني طالع الضيف وما ينسى المشاهد، بابا أنا أنت بس عندك ضيف نسيتني أنا كمشاهد، طالعني، وجه الكلام لي، وجه النقطة لي، حتى لما توجه السؤال وجه لي. فأنا تدرب على موضوع الكاميرا مرة ومرتين وثلاثة بسهولة جدا، راح أشوف نفسي قاعد أتطور يوم عن يوم قبل ما أطلع في أي بث حي ومباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل ما أطلع أيضا حتى ببرنامج تسجيلي أو بحلقة تسجيلية حتى لو كانت دقيقتين، لأن الانطباع الأول اللي يأخذ عنك الجمهور أو المشاهد أو المتلقي ممكن أنه هو يرفعك فوق أو ينزلك تحت. الانطباع الأول، فحص على الفيديو الأول تكون فيه بطريقة مميزة جدا، وبعد ذلك الفيديو الرابع الخامس ممكن مستواك ينزل طبيعي في البشر. اليوم أنا متألق باشر، لا يمكن شوي أضعف، يمكن عندي ظروف، يمكن أمر نفس الظروف اللي مر فيها زميلنا المذيع اللي من قبل شوي. فأحيانا أنا يعني أركز على الظهور الأول دي. الخطوة اللي بعدها أخلي واحد يصورني، أبتدي أتدرب إن في ناس حوالي، أنا قاعد في الغرفة ولا قاعد في الصالة ولا قاعد في المجلس بروحي، حطيت الكاميرا وما شغلتها أول مرة، بعد كم من يوم حطيت الكاميرا وشغلتها وتعودت نفسي، لا بديت أنطلق في الكلام. بعدها أبتدي أنا شنو أسوي، أحط لي شخص قدامي ورا الكاميرا، أخلي حركة الكاميرا شوي، أتعود إن في شخص قدامي وإن الكاميرا قدامي أصلاً كاميرا متحركة. أشوف نفسي هل برجع حق المربع الأول، برجع حق الحالة الأولى اللي أنا كنت فيها، اللي كنت متلعثم، كنت مرتبك، ضاع مني الكلام، ولا لا التمرينات اللي سويتها فادتني وما ما صار يخوفني إن في شخص قاعد قدامي. هذه تمرينات بتفيدك أنت في مستوى تعاملك مع الكاميرا، تتعامل معها كجمال أول شيء، تتعامل معها بعد ذلك كتسجيل فيديو، تتعامل معها بعد ذلك كشخص أو أشخاص متواجدين، اعتبرهم مصورين، اعتبرهم مخرجين، اعتبرهم جمهور عام متواجد معك. ودائما أنا شلون أتغلب على الخوف، أتغلب على الرهبة، أتغلب على المخاوف اللي قدامي. ساعات أنت الواحد لما جاب الكاميرا تي في بالك وساوس وأفكار وشلون بيطلع شكلي وأنا خايف منها. ابتسم، والابتسامة مطلوبة في كل حياتك. ابتسم، الابتسامة تزرع الثقة عندك وتزرع الثقة في المشاهد وتخليك يعني واثق من نفسك، من الناحية اللي تقدمها، من الموضوع اللي راح تتكلم فيه. الابتسامة حتى لو نسيت شيء، الابتسامة أصلاً ما بتبين حق المشاهد إنك ناسي أو إنك غيرت موضوع أو إنك في كلمة ما عرفتها فحاولت تغير. دائماً ابتسم. إن شاء الله كنت ابتسم معاكم من البداية ولا واضح علي الخوف. الابتسامة جداً مطلوبة. ترى الابتسامة مش شرط أنا أتعامل مع الكاميرا بابتسامة وبس، أنا حتى في بيتي أتعامل بابتسامة، حتى في المجلس مع الربع تبتسم في حديثك. ترى الابتسامة تخلي المتلقي يثق فيك أكثر، يسمع منك أكثر،
ود انه يتكلم معاك اكثر. فدائما الابتسامه هي عنوان لك للنجاح في اي موضوع إن كان وفي اي مجال إن كان. حتى المشاهد المعصب بيشوف انك مبتسم، سبحان الله الابتسامه تبتسم على وجهه. اي شخص في حياتك العامه معصب تبتسم في وجهه بيبتسم في وجهه. في هذه النقطه يعني الابتسامه تخليك مرتاح، تشيل عنك رهبه قدام الكاميرا، تخلي ثقتك بنفسك اكثر. ممكن نشوف مذيعين مشهورين يتكلمون بعفوية من غير ما يعني من غير ما يتلعثمون، تقول هاي رجل آلي معقولة ما يغلط؟ لا ما يغلط. ليش ما يغلط؟ لأنه محضر بشكل صحيح، عارف الموضوع اللي يتكلم عنه، ما قاعد يتكلم عن علم فضاء وهو مو بدارس ولا بعارف الفضاء شيء. أنا لما أتكلم عن الموضوع لازم على الأقل قريت عنه، حضرت عنه، تناقشت مع فريق الإعداد اللي حط لي الموضوع، انت شنو تبي تبين وجهه نظرك، انت شنو تقصد، شنو زوايا هذا الموضوع، شنو هذا الموضوع اللي تتكلم عنه. طبعا كل واحد له قدرات تختلف عن الثاني، المذيع لمذيع، مثل الحياه الانسان كل متخصص في مجال يمتلك قدرات غيره ما يمتلكها، هذا يمتلك مزايا وهذا يمتلك مزايا، مزايا للشخص اكثر من مزايا للشخص، هاي طبيعه في البشر سبحانك يا ربي. لكن في المقابل شلون انا انمي من قدراتي، أنمي من المميزات والإيجابيات اللي فيني وأطورها وأخليها توصل لمستوى أن أنا أكون متميز مثلي مثل غيري. فلا يعني لا تخاف لما تتلعثم، يعني عادي جدا أنت تتلعثم، أنت مو برجل آلي ريكورد طقوا الريكورد اشتغل قال الكلام اللي عنده طقوا بوز وقفوا الكلام، أنت إنسان في النهاية تتلعثم، تجي لك أفكار، تجي لك أمور ثانية، فتلعثم طبيعي. لا تخلي المشاهد يعرف أنك تلعثمت وخلاص طاب طلعت عن الموضوع، طارت علومك، مثل عادي اتلعثم اتلعثم وارجع بابتسامه واكمل. ايش فيها لو تلعثمت؟ يعني ما فيها ولا شيء، ولا بعيب ولا بغلط. انت تلعثم ونغلط ونرجع مره ثانيه نتكلم، الغلط وارد وانت تتكلم في الاستوديو، الغلط وارد وانت تتكلم امام الكاميرا. انا الحين ما اتكلم معاك ممكن ولا 50 غلطه غلط، لكن طبيعي بشر، كلنا بشر، ما نغلط. اذا ما بدنا ما نبي نغلط، بس نصك على بابنا بيوتنا وما نطلع لا نجرب لا كاميرا ونقعد بس نتطمش على الناس في السوشيال ميديا، ولا احنا ناخذ الجرأة ونتكلم مع الناس عبر الكاميرا. ولا تحبط نفسك لما تكون متلعثم احيانا، تغلط احيانا، لا تحبط نفسك وخلها هذه مبادرة انك ترجع من جديد افضل واحسن واقوى من الطلعة اللي طلعت فيها قبل. فالاحباط مشكلة يعني. لو قلت لكم عن الفيديو الاول اللي كنت اتكلم عنه في اول ظهوري في التلفزيون، يعني بتتفاجئون بتقولون لا هاي أصلاً لا ينفع، حتى في الإذاعة ما ينفع. يعني كنت الجملة اللي أقراها ولما أخلص منها أطلع نفس كأني ارتحت وافتكيت من الجملة اللي قلتها، يعني من زود الخوف. تفضل يا أختي زينب، أعتقد زينب صح؟ في أحد تداخل، في أحد عندك كلمة يتداخل بعد؟ أخوي فوز على طاري التلعثم، يعني أتوقع أنا من ساعة مو بس جبت العيد إلا قبل، هاي من وراء الكاميرا بعد يعني وايد خربت، فأتوقع هاي شيء طبيعي يعني يصدق حتى مع الإنسان اللي أخوك أختك عادي يعني حبة حبة ونتعود. بالضبط بالضبط بالضبط، يعني كل شيء خطوة خطوة راح تصلين للنجاح، راح تصلين للتميز. ما يصير أنا سيدة آي متميز، ما يصير أنا سيدة آي أكون رقم واحد، مستحيل، من سبع المستحيلات. اللاعبين تدرجوا، واليوم عندنا نموذج عربي محمد صلاح في الدوريات الأوروبية وفي الدوري الإنجليزي تحديدا، سيدة ولقى نفسه بفريق كبير وتفوق ونجح وصار من أفضل اللاعبين على مستوى العالم. طبعا لا، مر بظروف ومر بفترات كان هو على دكة الاحتياط ومر بفترات ما قدر أنه يلعب، مو مقتنعين فيه بعض المدربين، أصر واصل واجتهد واجتهد وقدر يوصل للمرحلة أو للمكان اللي هو فيه اليوم. فلا تتوقعون أول غلطة لي هي نهاية العالم، طبيعي البشر يغلط، طبيعي أن أنا تعلم، طبيعي أن أنا خروجي الأول ما يكون بالطريقة الصح، مع أن أنا قلت من ساعة لا تطلع في طلوعك الأول إلا تكون متميز فيها، لكن ما صرت متميز، أصق على نفسي بابي لا، أواصل وأصلح من أخطائي. طبيعة البشر نخطأ ونصلح، نخطأ ونعدل، نخطأ ونواصل لغاية ما نحصل المبتغى. السلام عليكم. تفضل يا أختي نورة. يعطيك العافية أخوي، معك نورة جناحي، طالبة هذه السنة بتكون
أول سنة جامعية بإذن الله. هون أنا رغبتي الأولى إعلام وما زلت أرغب فيها، بس للأسف لن يتم قبولي في جامعة البحرين بسبب أني تخرجت من مدرسة خاصة مسار تجاري. فسؤالي إن شلون مثلا أني أنا أطور روحي في هالمجال حتى لو ما تخصصت فيه دراسيا، مع أن أنا يعني عندي موهبة التقديم إن كان تلفزيون أو في الإذاعة، وحتى عندي موهبة القراءة. فيعني شلون أني أنا أقدر أطور روحي وأتعمق في هالمجال؟ الله يوفقك أختي نورة إن شاء الله، وبالتوفيق في حياتك الدراسية، وإن شاء الله تتواصلين في دراستك ونشوفك متخرجة وحبي التخصص اللي أنت بتدرسينه. ممكن أعتقد في طرق معينة ممكن تنقلين بعد ما تبتدين أول كورس، تنقلين فيها من تخصص إلى تخصص حسب القوانين الخاصة بالجامعة. عموما أنا قلت في بداية كلامي ترى الإعلام موهبة بالأساس، الدراسة تسقل هذه الموهبة، نمي هذه الموهبة. أنا بقول لكم شيء، أنا يمكن ما درست الإعلام إلا عقب ما استمريت في العمل التلفزيوني لمدة حوالي 10 سنوات، عقبها بديت أدرس إعلام. قلت أنا حين لازم أسقل الموهبة، ما كنت دارس إعلام لكن عاشق للإعلام، أحب القراءة، أحب القراءة الجهرية، هذه بعد تخليكم تنمون من خلالها لغتكم العربية. فتنمية اللغة العربية ترى ما في أفضل من قراءة القرآن الكريم جهراً بصوت مرتفع بصوت عالي، هذه لا شعوريا من غير المام بالقواعد وقواعد اللغه العربيه يخليك انت يعني تشكلين الجمل بطريقه نحويه صحيحه، لان القران الكريم هو اساس القواعد في اللغه العربيه. فاذا انت واصلت في قراءه القران الكريم بصوره جهريه بصوت عالي، راح انت مباشره في قراءتك لاي مادة خبرية، لأي نشر أخبار، لأي برنامج، لأي خبر معين، بتشوفين أنت قاعدة تشكلين الطريقة الصح من غير ما تشعرين. ليش؟ لأن أنت قارية آيات قرآنية بالتشكيل الصحيح بالطريقة الصحيحة. فالقراءة الجهرية مهمة جدا، قراءة القرآن الكريم راح تنمي عندك العديد من المواهب والعديد من الطرق. ولا تحبطين أنك ما قبلتي في مجال الإعلام أبدا، حاولي. اليوم اليوتيوب مليء بالدورات التقديمية، شلون أقدم كمذيع أخبار، كمذيع برامج، شلون أقدم كقارئ لنشرات الأخبار، شلون أكون مذيعة في البرامج الإذاعية. ترى البرامج الإذاعية بعد لها أسلوب خاص، لأن هي ما تعتمد على لغة الجسد أبداً، المستمع عندها ما يشوفك ولا يشوف نظرة عينك ولا يشوف حركة يدك أبداً. المذيع في الإذاعة يسمع صوتك ويسمعك شلون أنت تلون في صوتك، ترفع طبقة الصوت، تنزل من طبقة الصوت، في كلام معين لما ترفع الصوت شلون تجيب هذا الخبر بطريقة معينة تخلي المشاهد أو عفوا المستمع شلون يركز معك، لأن الإذاعة عبارة عن تخيل. صك عيوني وقاعد أتخيل المذيع اللي قدامي بطريقة قراءة الخبر ولا طريقة تقديمه للنشر. كلنا وانا من ضمنكم يعني لما أسمع الإذاعة على طول قاعد أتخيل شكل المذيع شلون. أحياناً أصدم لما أشوف صورة المذيع في مواقع التواصل الاجتماعي، أقول غير الصورة اللي أنا حطها في بالي أبداً. هذه متعة في الإذاعة. كون نفسك ولا تقدم شخصية غيرك، كون على سجيتك، كون على طبيعتك، لا تقلد الغير، لأن أنت إذا قلدت اليوم بعد فترة بترجع حق طبيعتك، الناس ما بتعرفك، بتقول من ذي، مو بأسلوبه، مو اللي تعودنا عليه، مو بطريقته. لا، كن نفسك مهما تغيرت الأمور، مهما زادت خبرتك في السنين في المجال الإعلامي، مردك بترجع للطبيعة، بترجع لطبيعتك الخاصة. الطبيعة أغلب التطبع، فخلك على طبيعتك. أنت بتقدم ما تملكه من معلومة، بتقدم ما تملكه من أسلوب، من أداء، بطبيعتك أنت، مو بطبيعة شخص غيرك. خلك على شخصيتك. تصنع يقتل المذيع، ينهي أمور المذيع. المشاهد حين ذكي، المشاهد عنده خيارات وايد، عنده قنوات بالآلاف فضائية، عنده قنوات بالآلاف إذا رب البلايين على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ يقارن، بدأ يشوف حتى المذيعين الأجانب شلون طريقتهم. فلا تقتل نفسك من البداية، تصنع راح يقتلك، ينهي مشوارك، فخلك على طبيعتك في عملية التقديم. يمكن في نقطة مهمة يعني أنا ما ذكرتها، مثل نقدر نغير من شخصية، إنه في أي برامج لابد انك تغير من شخصيتك، يمكن تكون للنقيض. انا هني بستمع لمداخلاتكم ونقاشكم في هذا المحور بالتحديد. في اي برامج انا لازم يعني انا مثلا بقدم برامج اخبار ولا اقدم برامج اجتماعيه ثقافيه، في هذا البرنامج بالتحديد
لازم اكون واحد ثاني فواز غير عن اللي تعرفونه. شلون؟ تفضلي. اخوي فواز بس عندي هاي المداخلة، انت قلت قبل شوي ان لا تقلد احد، كون طبيعي لا تتصنع. بس بعض الاحيان هو مو تقليد، هو انت يعجبك اسلوب شخص وحاب انك تكون نفسه او مو بنفسه، يعني كمستوى او اعلى او اقل، بس ان طريقة اسلوبه ولا هيئته ولا طريقة كلامه او صوته انت حاب تكون نفسه او حتى تتعدى، فهاي ما بيكون تقليد او انت تبي تغير من شخصيتك او تبي تتصنع، لا انت عجبتك عاجبك المرحله اللي هو واصل لها وحاب انك توصل لها، فانا ما اسمي تقليد، اسمي يمكن يكون مو بعد كقدوه كاعجاب، انه يكون انت عاجبك هاي الشخص ودك تكون نفسه، يعني ما شاء الله انت طريقتك اخوي طريقتك حلوه، تقديمك حلو، ابتسامتك جميله، فمثلا انا اكون حابه ان اوصل حق المرحله اللي انت وصلت لها، فهي معناته مو انا اقلدك، لا انا معجبه كشخصيه فيك، معجبه كاسلوب كطريقه، هاي اللي حبيت اوصل لك. يعطيك العافيه. طبعا كلنا لنا قدوات في المجال الاعلامي او في مجالنا اللي احنا نحبه، سواء في مجال العمل او غيره. بعطيك المجال اميره، شفتش في الميوت، كلنا لنا يعني قدوات نشوف ناس تقدم ودك تشوف نفسك فيهم، لكن بعد في المقابل بشخصيتك بكاريزمتك انت بطريقتك انت، ما يكون كوبي بيست. لما اشوف انا هذه القناه فيها هذه المذيع افتر على هذه القناه، ولا هذه المذيع قاعد يقلد 100%، لا ما اقلد، اخذ الشيء الزين اطوره بطريقتي انا باسلوبي انا بقالبي انا، لا أكون 100% قاعد أقلد حطة يد على الطاولة، أسلوبه في التقديم، حركة الحاجب لما يرفعه في الخبر الغريب ولا كشخص مستغرب من الموضوع. فهذه النقطة، يعني ما بعيد إن يكون عندنا قدوات، ما بعيد إن إحنا نشوف غيرنا نحاول نطور من نفسنا من خلالهم، لكن ما نقلدهم التقليد. في بعد إجابة على السؤال اللي راح تتفضل يا أميرة أو علي. أميرة وعلي هلا ويفوز تفضلي. يلا ان شاء الله. شكرا، ذكرني بالسؤال بس لان نسيته. انا قلت السؤال متى المذيع يغير من طريقه تقديمه في برنامج معين 380 درجه 360 دائره كامله درجه، شلون برنامج معين؟ انزين، اول شيء اسمع يعطيك العافيه على هالدبره الممتعه والشباب اللي معانا. انا مو باعلاميه وما لي علاقه بالمجال الاعلامي، بس حابه ما دام عندنا تليفونات في ايادينا احنا اعلاميين، ننقل الخبر، ننقل الكلام، ننقل اي شيء، فاحنا اعلاميين كلنا بطبيعتنا. ممكن ممكن. انزين، انا اعتقد ان المذيع او الاعلامي اذا هو عنده الرغبه او الباشن في 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 تحقيق النجاح في تخصص معين في البرامج التلفزيونية، ممكن يقدر إنه هو يتحور 180 درجة من مذيع أخباري مثلاً في نشرة الأخبار بس معتمد هناك، ممكن يكون رائع في الحوارات السياسية، فممكن بدل الجمود اللي أنت تشوفه في نشرة الأخبار يتغير كامل لواحد عنده مرونة وفلكسبيليتي، ويعني حتى أسئلته تكون موجهة بشكل زين إذا المذيع عنده الباشن وعنده الرغبة إنه هو ينجح في هالمجالات. يمكن البرامج الترفيهية هي شوي اللي يعني يبيلها واحد، أنا أعتقد واحد يعني خفيف دم جريب للناس، خصوصاً برامج المسابقات وكذي. يمكن هذه البرامج نوعية المذيعين لها تخصصيين أكثر، يعني ما تشوفهم في كل أنواع البرامج المختلفة، فهو يبتدي من الرغبة. إذا أنا عندي فعلاً حب لهالبرنامج الحواري أو whatever البرنامج اللي أنا حابة أن أنا أعرض على شاشة التلفزيون، أنا ممكن بالتدريب وبالإعداد أن أنا أقلم نفسي وأغير صورة المشاهدين اللي هما تشوفوني في صورة جامدة مثلاً أو صورة معينة، أغيرها 180 درجة. صح بالضبط، كلامك 100% صح. علي تفضل. زاد فضلك أخوي فواز. بس في عندي نقطة أو يعني خلينا نقول سؤال، هل يفرق أن مقدم نشرة الأخبار، أنا طبعاً يعني ألاحظ بعض المذيعين يعني مقدمين البرامج يكون أسلوبهم مختلف 360 درجة خلينا نقول أو 180 درجة عن مقدم نشرة الأخبار؟ يعني مقدم نشرة الأخبار يتكلم باللغة العربية الفصحى، فهل هاي الشيء واجب عليه إنه في نشرة الأخبار يقدم على هاي الأساس؟ يعني نفس ما أنت قلت نقطة إنه لازم كل واحد يقدم على طبيعته،
يعني انا كشخص افضل ان مثلا انا اشوف برنامج صيف البحرين، برنامج شمس البحرين، البرنامج اللي انت تسوي، فافضل اسلوبكم عن نشرة الاخبار. يعني لان انتوا اشخاص تتكلمون يعني باللهجة البحرينية العامية، تمام؟ يعني اسلوب ان على طبيعة الشخص، مو قاعد يتصنع ولا قاعد ان يعني، عرفت شلون؟ فهمت قصدي؟ اي فاهم فاهم. نشرة الأخبار يمكن لها قالب من الصعب أو مستحيل ما تقدر تغيره، هذه قالب نشرة الأخبار. يعني المذيع إذا حاول يبدع من خلالها، يبدع بطريقة الكلام، بطريقة الإلقاء فقط لا أكثر، بتعابير الوجه. غير دي أنت الإبداع في نشرات الأخبار عندك محدود جدا، يبقى على كاريزمتك، يبقى على طريقة نطقك للكلام، على مدى نطقك للقواعد اللغة العربية، صوتك، رقامة صوتك. حتى نشرات الأخبار من الصعب أنك تجيب لها شخص يمكن صوته أو نبرة صوته ضعيفة جدا. أنت اليوم تتكلم عن نشرة الأخبار، الصوت لازم يكون بعد فخم نوعا ما، رخم نوعا ما، ابتسامة تكون جدا قليلة في بعض الأخبار الخفيفة، إذا بعض النشرات فيها أخبار خفيفة تستدعي الابتسامة. لكن من الصعب التطوير في نشرات الأخبار غير طريقة الجلوس على المقعد، طريقة ممكن الخبر يكون طريقة أن أنا أمشي في الاستوديو ممكن، وهذه على طريقة المشي في الاستوديو. أنا عندي فيديوهات قريبة لكم عن اختيار الموقع اللي بتمشي فيه، بعد ما تمشي في أي مكان. حتى المراسلين التلفزيونيين طريقة مشيهم أنا بعرض عليكم، بس أشوف الوقت دهمنا بكرة إن شاء الله. فواز تفضل. تفضل قريب أخوي فواز، سؤالك على التغير المذيع 180 درجة، طبعا هذا صحيح، يعني ما يمكن يكون مقدم البرامج الرياضية بنفس الأسلوب اللي يقدم البرامج الدينية، صح؟ وحتى اللباس طبعا لا يمنع أن المقدم الرياضي يكون لابس ثوب مثل حالاتك أبدا ما في فرق، ولكن مثلا يعني مقدم البرامج الرياضية طريقته يكون حيوية أكثر، ممكن صح. يكون بالبدلة أو بالبدلة الرياضية أو حتى بالسوت. البرامج الدينية تكون أقرب إلى لبس الثوب العربي ممكن، ولكن لا يمنع أيضا بلبس السوت. طريقة البرامج الدينية فيها هدوء، فيها حميمية، فيها أريحية أكثر من الرياضية، كونها فيها حيوية وفيها رتم سريع. الأخبار مثل ما قلنا جدية وحياد، حتى إذا عدت للخبر لازم تتمثل الحياد، حتى لو أنت مؤمن بهذا الخبر أو بهذا التوجه أو بهذا أو وجهة نظر ما تبين أبداً وأنت تلقي الخبر أو تقرأ الخبر. البرامج الحوارية يعتمد أحياناً، حتى البرامج الحوارية تعتمد على الضيف نفسه، أنت ممكن تتلون حسب الضيف. الضيف إذا كان مثلاً يعني عصبي أنت لازم تكون أكثر هدوءاً، إذا كان مثلاً خجول أنت لازم تكون عندك طريقة أن يعني تخليه شوية يتحرك ويقدم المعلومات. يعني كل هذه تختلف بالفعل، أن المذيع لازم تكون عنده قدرة بأنه يتلون حسب البرنامج وحسب ما يتطلبه البرنامج. صح صح 100% كلامك واضح، أن أنت يمكن ممارس ولا متابع فوق الجيد للبرامج المختلفة والمتنوعة. بالفعل يعني البرامج الدينية محتاجة لرسالة، لثقل معين، لطريقة طرح سؤال بطريقة دينية، طريقة بأسلوب حوار معين ما تختلف بشكل كثير. توضح تبي الضيف يوضح وجهة نظره أو رأي الشرع في موضوع معين بطريقة واضحة للجمهور، وما تطب في مطب أنك تناقش أنت على غير دراية بالأحاديث النبوية الكريمة، بالفتاوى الشرعية في هذا المجال. دائما أقول المجال الرياضي مجال رحب، مجال ممكن من خلاله تنطلق لكل المجالات وتبدع في كل المجالات، لأنه يعلمك كل أبجديات الإعلام. تتكلم نوعا ما احيانا بسرعه، تحتاج الى انت كنت في مباراه في نهائي بطوله، تعمل لقاءات مع الفايزين بعد المباراه مع الفريق الفايز، تحتاج سرعه لان تبي اكثر من لاعب قبل التتويج، والكل فرحان، والكل تقدر تسوي مع الفريق الخسران، وتحتاج لطريقه شلون تتعامل مع الفريق المهزوم، شلون تخليه يقبل يسوي معك لقاء. فهذه بعد يبين لك جانب ثاني في الاستديوهات التحليليه، في البرامج الحواريه، في المجال الرياضي، فهي انطلاق انا اشوفه لبقية البرامج. أنا السؤال اللي طرحته بالنسبة لي شلون نغير أو مثل اللي قلتوه أنتم كلكم صح، لكن في برامج أصعب من الصعب اللي هي البرامج. مرحبا. يا مرحبا. أهلين أهلين. أنا أتوقع في البرامج السياسية أن المذيع يغير طريقة نبرة صوته أو طريقة أسئلة بناء على الحوار اللي داير بينه وبين الضيف.
صح صح يعني. هذه بعد مهم جدا في البرامج السياسية الرديفة صح؟ اي نعم اي نعم كلامي صحيح. في البرامج السياسية خاصة لما تقابل أحيانا أشخاص ذو مناصب عليا، شخصيات قيادية، شخصيات لها مكانتها لها بروزها في المجتمع، هذا جدا مهم. بعد أنا في وجهة نظري يمكن كان أقول لكم ما في قاعدة صحيحة جدا في الإعلام، أنت ممكن تكون قاعدتك صحيحة ممكن تكون قاعدتك صحيحة، كل القواعد في هذا الجانب ممكن تكون صحيحة. البرامج المعنية بالأطفال واستضافة الأطفال أنا أشوفها هذه من أصعب البرامج، شلون تنزل لعقلية الطفل هذه رقم واحد، شلون تتكلم معه. عندنا أطفال من الصعب أن تطلع منهم الكلام إلا لما هم يرتاحون لك، وأنت انجبرت في برنامج أو مو انجبرت، أنت حبيت تدش في هذا التحدي وتقدم برنامج مع أطفال، والأطفال صعوبة عندهم لما يأخذون عليك يبتدون شوي يتكلمون ينطقون في الكلام. هذه من أصعب المواقف اللي تواجه أي مذيع تلفزيوني، هذه بوجهة نظري، ما أدري أنت تتفقون ولا تختلفون معي. أنا عندي بعد نقطة، أنت قلت البرامج مالت الأطفال شلون تنزل لمرحلة عقليتهم عشان تتواصل معهم. أنا أحس من نظرتي من البرامج الصعب أنه لازم تغير الشخصية كامل. إحنا ما عندنا يمكن في البحرين هاي البرامج، يمكن لبنان أو المناطق البلدان الثانية. البرامج هي اللي تعرض المشاكل، البرامج اللي تخلي مثلاً اثنين يصلحون بين بعض، اللي البرنامج اللي يعرض مشكلة مثلاً وايد كبيرة تسبب ضجة في بشكل عام. يعني إشلون أنا مثلاً ما بينكسر خاطري لما بتقول هاي الإنسانة ذي، إشلون أتماسك، إشلون أعود مشاعري. أحس هاي أنت لازم تكون وايد هادي، فصعب إن لما تسمع قصة تعور قلبك وتكون هادي، هني تحرك مشاعرك. هاي أنا أحس وايد لازم يبيله مذيع وايد قلبه قوي لما نقول كذي. يعني شوفي خليني أوضح لك بعد طبيعة القنوات الفضائية وبعد يعني الهدف من مثل هذه البرامج. هذه البرامج يعني ترى ما تصلح لنا احنا في الخليج، ودي اصلا غير صالحة. في القنوات الفضائيه فيها الصالح وفيها الطالح، برنامج الصالح ما بين المختلفين في الراي. في بعض انا شفت بعض اللقطات من هذه البرامج، في متزوجين، في اب وولده، في اخوان، في عيال عم، هذه كلها تحسين انها برامج ما تدخل المخ، كانه في حبكه صايره قبل البرنامج. انا ما قاعد اتهم دي البرامج، لكن انا اقول لك هذه البرامج اصلا شو المستفيد منها؟ ما هو الاستفادة اللي ممكن تقدمها هذه البرامج للمشاهد، للمتلقي، للمتابع؟ تفضلي. هي أكثر شيء بتسبب ضجة. هي هذا الهدف منها، ضجة. إيه بتسبب ضجة صح، وبتخلي وايد متابعين يكونون حق هاي البرنامج، بتزيد المتابعين. يمكن صح في حبكة في الموضوع إذا بنتعمق في التفكير. نفس الوقت بتعطي يعني مثل ما نقول إن بتوعينا إن مثلاً حتى نحاسب أو أي شيء ثاني، إن صح. توعي هي فيها توعية، وفيها جانب إيجابي، فيها جانب سلبي، فيها مثل ما قلنا توعية، وفيها يعني شلون يعني أنت اللي قلتها صح، وهم نقطتي أتمنى أن وصلت لك مثل ما أنا. لا وصلت النقطة لأنا بس لأهمية الموضوع اللي طرحتيه وأهمية النقطة اللي وصلتيني لها، أنا حبيت أبين ترى هذه البرامج ما تصلح عندنا إن إحنا قادرين نسويها، لا أبد. ممكن نسويها وممكن تصير ضجة أكبر، لكن مو بالهدف من البرامج إن تكون فيها ضجة أو بالونات بس مجرد تنفجر وتسوي مشاكل. أنت ما لك هدف منها. شنو الإيجابية من البرامج؟ أنت دائماً تتكلم، ليش قلت أنا في البداية المنصة اللي بتختارها وتتكلم في الموضوع، فكر في الموضوع اللي بتتكلم فيه، ولا إذا كانت بهذه الطريقة افتح الموضوع وناقش أي موضوع وسوي ضجة في أي موضوع. لا، في نقاش هذا في موضوع أنت تبغي من وراء معلومة معينة، تبي توصل لنتيجة معينة، تبي يعني تنتقد شيء معين، نعم. لكن هذه البرامج القصد منها كسب الإعلانات عن طريق كسب أكثر نسبة من المشاهدات، وبالتالي الحصول على مبالغ مالية تفوق المبالغ اللي قاعدين يقدمونها من خلال هذا البرنامج. السلام عليكم. عليكم السلام، يا مرحبا أخوي إبراهيم. يعطيك العافية أخوي فواز، وأشكر طبعا على هالورش الحلوة. أنا بس أحب أني أعلق على الموضوع اللي أنت قلته. بالفعل
البرامج الأطفال أخوي فواز يمكن أنا أتفق وياك إن برامج الأطفال هي من البرامج اللي بالفعل تحتاج إن الواحد إنه يتعب. يمكن هي تكون من البرامج اللي مثلاً ما يكون اللي مثلاً الواحد أو المذيع إنه يقرأ مثلاً من أوتو كيو مثلاً قارئ نشرة الأخبار أو غيره من هذه الأمور. برامج الأطفال هي جداً صعبة. لازم الشخص اللي أنا يعني قبل لما يكون مثلاً إعلامي لازم يكون ملم شوي بأمور التربية. لأن أنت عندك في هذا البرنامج أنت راح تقدم معلومات. زين هاي المعلومات بطريقة معينة لازم توصلها حق الطفل. عندك مثلاً الأشياء اللي تصير لك على الهواء. يعني مثلاً الطفل إذا أنت مثلاً مستضيفة يمكن يطلع منه حركة معينة. فهذه الأمور هاي الأشياء لازم يكون المذيع اللي بيقدم برنامج الأطفال لازم يكون متمكن ومتمرس. بالضبط بالضبط. يملك ثقافة، يملك طريقة، يملك معلومة، يملك كاريزما، يملك شلون مثل ما قلت يملك ثقافة خاصة في مجال التربية. أنت تواجه جيل مستقبل، هذه الصغار دي إذا خذوا موقف من أول لقاء معاهم ممكن تسبب لهم فوبيا من أي لقاء تلفزيوني، من أي إعلامي، من أي مذيع، من وتنهي مستقبل طفل منهم والسبب ان انت مو بجاهز حق مثل ذي. وكثر ما تنزل لمستوى الطفل يعني راح هو راح يحبك، يتقبل منك المعلومه بالضبط، يتعلق فيك، يثق فيك، تلاقي يمكن انت تكون سبب في مستقبل هذا الطفل انه يكون متحدث لبق، يكون مجتهد في دراسته. هذه المرحله العمريه يعني التعامل معاهم حساس جدا جدا جدا، فلازم انت فواز. تفضل اخوي خليل. تفضل أخوي فواز، جميل جدا يعني طرحك لفكرة إن ما الهدف من البرنامج. أيه. هذا شيء أساسي في أن تكون مذيعا أو مقدما لبرامج سواء على المستوى التلفزيون أو على مستوى السوشيال ميديا. صحيح. جميل أن تكون صاحب رسالة. صحيح. حيث تقدم إلى الناس ما يستفيدون منه في دينهم أو دنياهم. دنياهم. تقدم شيء يعني له قيمة. كم هائل الآن من الرسائل والبوستات، والكل مثل ما طرحت من البداية بأنه يملك التليفون في يده وهو إعلامي بطبيعة الحال. صحيح. فكل من إعلامي، ولكن ماذا تنشر، ماذا تعيد نشر، هذا هو المهم. إن لم تكن متميزا لن يميزك الآخرون. قدم شيء مهم، قدم شيء له قيمة، هذا يكون زاد إليك ليوم القيامة، وفي نفس الوقت هذا يفيد الناس. الآن غريب جدا، قرأت دراسة قبل فترة بأن اليوتيوب أهم المحطات أو البرامج التي يتم متابعتها رقم واحد في العالم هي البرامج التافهة، ورقم اثنين هي البرامج الخلافية. مع الأسف الشديد. للأسف الشديد. فلنكن في هذه المجموعة الآن اللي قاعدين نستمع للأخ فواز، إن نكون بالفعل أصحاب رسالة ونقدم ما يفيد الناس، ونبتعد عن كل ما يثير فتنة أو يثير خلافات بين الناس، أو نقدم شيء لا سمح الله تافها لا يستفيد منه الآخرون. أشكرك أشكرك أخوي خليل على هذه الرسالة المميزة. بالتأكيد اللي واضح من كلامك أن الإنسان مثقف جدا، مثل ما الأخوة والأخوات اللي تداخلوا معنا اليوم. الصراحة أنا جدا معجب بالشخصيات كلها اللي تداخلت بطريقة الحوار، بطريقة الكلام، بالجرأة أن أهما فضلوا أن يتناقشون بالصوتية. وأشكر أيضا اللي موجودين مع الشات اللي قاعدين يكتبون العديد من النقاط، ويعطيهم الصحة والعافية، ومشكورين كلكم. وأنا آسف يمكن تأخرت عليكم وطولت عليكم الساعة واحدة ونص، بعد ما لابد نأخركم اللي في دوامة واللي رايح البيت واللي بيتغدى بعد شوي. لكن بكرة إن شاء الله بعد لنا لقاء جاي ولنا محاور ثانية بنتكلم فيها، لكن رجاء بكرة أبي الكل، ما بشوف الميوت هذا اللي موجود عندنا في الشاشة، أبي الكل يشارك، أبي الكل يعني يتكلم، يبدي وجهة نظره، خلي يقول حتى لو موضوع غير المواضيع اللي أنا أطرحها. أنا مستحيل أطرح كل المواضيع في يوم ولا يومين، فأنتوا بعد عندكم أفكار ممكن تطرحونها من خلال هذا الملتقى. إحنا كإعلاميين، جميعنا إعلاميين، نتكلم، أنا أتكلم عنكم أنتوا كإعلاميين، بعد طرحوا أسئلة، طرحوا نقاش، طرحوا محاور، خلينا نتكلم ونتناقش في هذا الجانب، بالإضافة للمحاور اللي أنا موجودة عندي واللي بطرحها لكم إن شاء الله. أعتقد أميرة تبي تقول شيء قبل ما أختم، صح؟ لا، سلامتك، بس شكراً لك ويعطيك العافية إن شاء الله. شكراً على واجب، يعطيكم العافية جميعاً. إن شاء الله موعدنا بكرة بيتجدد. يعطيك العافية أستاذ، ما قصرت.
يعافيك اخوي يعقوب، الله يخليك. شكرا اخوي فواز، شكرا جزيلا على هذا التقديم الرائع صراحه. ما عليك زود، ما عليكم زود جميعا. انا سعيد جدا بهذا يعني التفاعل. شكرا اخ فواز، الله يعطيك العافيه ان شاء الله موفقين. نحتاج اذا في امكانيه بعد ان الحديث عن التمثيل والتلوين الصوتي، هذا مهم جدا في اعتقادي. والله انا معجب جدا بعمليه التمثيل الصوتي، يعني هذه عاد مذيعين الاخبار مثل ما قلت لكم، مذيعين الاذاعه هم اللي يتفننون في ذا الجانب، بالاضافه الى جوانب ثانيه راح نتكلم عنها ان شاء الله.